كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كان لنا بداية أن نشجع كل ما من شأنه أن يساعد على مواجهة حالة الاستعجال. حالة الاستعجال ما فيهاش، اسمحوا لي على التعبير الدارجي، السبوق النابوق من أجل شكون اللي كيظهر. كاين دولة، كاين قوات مسلحة ملكية، كاين درك ملكي عندهم إمكانيات، عندهم قدرات، عندهم طاقات، كاين قوات مساعدة، كاين سلطات محلية اللي يمكن لهم يدخلوا فعلا، وكاين منتخبين محليين كينتميوا للدواوير والمداشير كيمكن يساهموا ويوجهوا أين يتعين أن تذهب، وكاين إمكانية أنك تبعث واحد عدد المساعدات وأن تولى المناضلين يحاولوا يساهموا قدر الإمكان حسب المستطاع. داكشي اللي تدينا عليه كل واحد بقسطه، وبعثنا ما بعثناه من مواد، وتنقلنا بعد ذلك. ويسمحوا لي نقول لكم بأن كنا أول قوة سياسية التي تنقلت، وصرنا هذه ستة الجماعات على وجه طبعا، لأن عندنا من يستقبلنا في أي مكان ويمكن أنه يورينا آثار المآسي اللي موجودة، ووصلنا اشتغال إلى يومنا هذا باش نسد هذا القوس. يعني باش نقول انه درنا اللي كان باستطاعتنا ان نديرو كحزب سياسي لتوفر على امكانيات ضعيفه جدا، قدرته اساسا نضاليه وبشريه، ولكن مع ذلك قدمنا ما كان يمكن ان نقدمه على المستوى المادي. ولا داعي ان ندخل في اي عمليه ديال الاستباق على هذا المستوى او الطبول او غير ذلك. ولاحظوا معي ان بالنسبه للبعض الذي اخذ صور او عمل على ان تكون هناك صور، شوف كيف كانت ردود الفعل في مستويات متعدده. المسؤوليه في الاوضاع الحاليه انا معك، هي مسؤوليتنا جميعا. احنا ما عمرنا ما كنوصلوا، لو اننا يمكن نقولوا بانه بالنسبه لل 50 عام الاولى من حصول المغرب على الاستقلال احنا ما كناش بالحكومات، هادشي كله تجاوز، كنا عندنا مسؤوليه. طيب نحلوا هذا المشكل بشكل متفاوت اكيد على جميع المستويات ديال اتخاذ القرار في البلاد. عندنا مسؤوليات فيما يقع، كل شيء فيما حققناه من مكتسبات، لكن كذلك فيما نشتره من نقائص وسلبيات. مرينا كذلك في قطاعات حكومية ودبرناها، درنا ما كان يمكن أن نقوم به أكثر فقط، ماشي من الضابطة الأولى والضابطة الثانية. كاين تجارب اللي وقفنا عليها واللي البعض كيذكرها في هذه المناطق.